كانت فكرة بداية مشروعنا مشاركة تجاربنا وخبراتنا والصعوبات اللي واجهتنا مع أنفسنا ومع الغير، وللاستمتاع بالحياة من رغم كل التحديات. أنا زينة شناط معاكم ولينا سلام، إحنا مختصين بعلم السعادة. بدأنا الفكرة كفريق أنا ولينا، وضعنا أهدافنا، وضعنا أفكارنا في قالب معين، وانطلقنا من الفكرة بالإيمان الكامل إنه ما في شيء مستحيل بالحياة، والإنسان لما يحط هدف رئيسي وهدفنا هو رسم طريق السعادة إلى الغير بالرغم من كل الظروف اللي بمر فيها الإنسان، هو نابع من فكرة الخدمة اللي احنا بنحكي servicing او serving others. ولانه الطريق الى السعادة مختلف من شخص لاخر، وكل واحد فينا له طريقه المختلف، ولكن كلنا بنقدر نوصل للسعادة الحالية والسعادة الوقتية والسعادة اللحظية والسعادة المستقبلية. بداية طريقنا هي القناعة بانه السعادة موجودة واي شخص بيقدر يعيشه، مساعدة الاشخاص لايجاد طريقهم للسعادة والبحث عنها. بدأنا فكرتنا ورح نسمع عنها اكثر هلا مع لينا. بالنسبة للإنسان من منذ بدء الخليقة الإنسان يبحث عن السعادة، دائماً عنده شعور إنه يبحث عن شغلتين، الإله والسعادة. فتفسير السعادة العلماء والفلاسفة منذ الأزل يعني بفكروا بدوروا على إيش معنى السعادة وكيف نحصل عليها. كتير العلماء درسوها، كتير فلاسفة، أفلاطون وأرسطو، وكتير يعني ناس فسروها على أساس الصحة الجسدية، ناس القيم والأخلاق، بالنهاية علماء النفس اشتغلوا. بالنهاية التفسير الأعم للسعادة أو التعريف الأعم لإلها هي عيش اللحظة، عيش اللحظة بكمالها. الإنسان لما يعيش بحالة لا يفكر بالمستقبل، لأنه إذا فكر بالمستقبل رح يكون هو داخل في التوتر، ولا يحزن على الماضي لأنه بدخل بالاكتئاب والشعور بالحرمان والفقدان. عيش اللحظة يعني أنك أنت تعرفي مين أنت، تقدر ذاتك، تحترم نفسك، تعيش لحظتك بكمالها، لا تبالي إيش بصير معك بالمستقبل. إذا أنت عشت اللحظة صح معناته أنه أنت رح يكون هذا هي صناعة للمستقبل. دائماً اللي بيعيش اللحظة هو يصنع مستقبل أفضل. فالسعادة نوعين، إحنا الناس دائماً بتفكر السعادة في أنه هي أنبسط وأقعد وأحكي، هي نوعين، سعادة قصيرة الأمد وسعادة طويلة الأمد. قصيرة الأمد بتيجي عن طريق أنه الطلعة مشوار، الناس بتطلعوا مع بعض. الإشي اللي إحنا مندور عليه هو السعادة طويلة الأمد، تكون مستقرة في النفس دائما مهما الإنسان صارت معاه مشاكل أو عوائق أو ما هلأ رح نحكي عنها، بضل في عنده جزء سعيد جواته، هو قيمته لذاته وقيمته للأشياء اللي بيشتغل عليها بحياته إنه إلها أهمية في تطوره.